زي ما انتم بتشاهدوا معنا الآن، الساحة الرئيسية في جرش، والساحة الرئيسية تعني بداية دخول العائلات الأردنية، العائلات العربية، الجمهور والسائحين وكل الزوار الذين أتوا خصيصا إلى جرش وتحديدا إلى المهرجان. زي ما انتم شايفين النشاط، هذا النشاط يوميا في مهرجان جرش، وموسيقى والخيل والتنظيم واللقاءات بقى هنا، تلتقي العائلات العربية ويلتقون بفرح، والنور ده بيجي من العلاقات الجميلة والفرحة والبسمة موجودة على الوجوه من أجل قضاء ليلة عربية وأمسية جديدة في مهرجان جرش. نعود معكم ونستكمل معكم فقرتنا لهذه الليلة. مازلنا موجودين في المذبح، وده من الأماكن الأثرية اللي موجودة أيضا في نفس المنطقة الخاصة بمسارح جرش، ولكن خلونا نعود ونحتفي بالموسيقى والألحان. نحتفي بالغناء والموسيقى من خلال المطرب العراقي محمود التركي. مساء الخير، منورنا. مساء وحنحييك جامد قوي طبعا، عشان احمد قاعد هنا ده يعني كل التحيه. وايضا بنرحب بقى بالالحان، لانه مفيش مطرب حلو من غير ملحن رائع، فبالملحن الرائع علي بدر. مساء الخير، منورنا، واهلا بيكم منورين معانا في بيت للكل. الله يحفظكم. جمال الحاله اللي احنا عايشينها اليوم من الاردن، ان هم كمان عملوا حاله في اليوتيوب وفي السوشيال ميديا وفي الاغاني تاعتهم في الوطن العربي. مرحب فيكم ونورتونا.